وأهلا بحضراتكم في موجز لأهم أخبار الرياضة محليا وعالميا. نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع البولندي كونراد ميتشلاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ميرانو الأول في كينيا استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام الشرطة الكيني على ملعب الشرطة الكيني الفرعي. اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز مع الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. والنادي المصري أعلن تعاقده مع خالد صبحي مدافع فريق سيراميكا لدعم دفاع الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. كمان النادي الأهلي أعلن عن قيد 32 لاعب حتى الآن في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأفريقية، وده بعد ضم عمر الساعي الوافد من الإسماعيلي لقائمة الفريق. بيحق للاعبين الجدد الذين تم قيدهم للأهلي في قائمة الأفريقية اللعب مع الفريق بداية من دور المجموعات من البطولة، بجانب خوض الساعي مع زملائه مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. قيد الأهلي في قائمة الأفريقية كلا من أحمد عبدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير. النجم المصري محمود حسن تريزيجيه خاض امبارح تدريبه الأول مع نادي الجديد الريان القطري واللي انضم ليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة قادما من نظيره نادي طرابزون سبور التركي. حظي تريزيجيه باستقبال رائع من زملائه في فريقه الجديد الريان القطري قبل مشاركته في التدريب الأول. ونادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن تمديد عقد مديره الفني الإسباني ميكال أرتيتا لمدة 3 سنين، وبكده بيظل على رأس الإدارة الفنية للجانرز لغاية عام 2027. الدولي المصري محمد عبد المنعم أعرب عن سعادته بالانضمام إلى نادي بحجم نيس الفرنسي، وده بالمؤتمر الصحفي على هامش تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير امبارح. قال إنه وصلوا أكتر من عرض أوروبي ولكنه فضل الانضمام إلى نيس لأن فرانك هايس المدير الفني مقتنع بإمكانياته.